وراح نكونوا في ان شاء الله راح نوصلوا. تحدثنا على مجال التعاون في مجال الطاقة خاصة في الكهرباء وشبكة الكهرباء، إنتاج الكهرباء، توزيع الكهرباء، وكذلك تحدثنا على سبل تكوين التقنيين الصحراويين في مجال والتمكن من استعمال وكذلك تسيير الطاقة الكهربائية. وأحنا جاهزون بكل مدارسنا وكل إطاراتنا لمرافقة أشقائنا في الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية لنقل هذه الخبرات. يعني المشروع الطموح الكبير اللي هو يعني إدخال الكهرباء لمخيمات اللاجئين الصحراويين، هذا يعني كان يعني موضوع الأساسي اللي يعني تناولنا في التجمع وقيمناه ووقفنا يعني على الإشكالات الكبيرة اللي ما زالت يعني باقية باش تنجز المرحلة الأخيرة من هذا المشروع.